أعلنت وزارة الدفاع الإطاحة بأحد المقربين من زعيم عصابات داعش المجرم أبو بكر البغدادي في محافظة الأنبار، وذكرت الوزارة في بيان أنه بعملية استخبارية نوعية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بالإرهابي الذي يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير، موضحة أن الإرهابي وارد لعدد من المجرمين حيث تم قتل أبنائه من قبل الأجهزة الأمنية، فيما قام الآخر بتفجير نفسه بعملية انتحارية بينما هرب الآخر إلى خارج البلد بعد إصابته بإحدى معارك التحرير.